على الزمن من الحراوة فرحيت بالضيوف جميعا. I'm
هذه البيت مني على سبيل المزاح موجه الى الشيخ قتيب بن علي الاسلمي. يا شيخنا المعروف يا ابو محمد بكلمك كلمه بها الناس يدرون. يا شيخنا المعروف يا ابو محمد بكلمك كلمه بها الناس يدرون. ارسلت لي بشارع ركاب فوق الدرجون. أرسلت سوادي ما يتبع أحد بشارع ركاب فوق الدرجون. قلت لي ما له جوابي مؤكد فزيكم عامر شريعه وقانون. قلت لي من هو جوابي مؤكد فزيكم عامر شريعه وقانون. هو ابن عمه يلقى كل مظنون. مبروك لك في يوم حفلة محمد هو ابن عمه يلقى كل مظنون. يا شيخنا المعروف يا ابو محمد تكلمك مهما الناس يدرون. هذا اللي بيعطي مدرية كلمات الشعر قيس علي أحمد العزيزي. Thank you.
قدر عبيها ظلم ظلم رجال مكتب وعلك وين شارع من دم حزبها مرة
ولا عادي تأمانا لأنها مثل ما خان لك تأمانا ويخان وموقف صديقك لا تبنك تبيانا تعي وجوه خالف وتشيره ويبايبان إذا صار حق بالحق كل منطق أمانة ولا جمالك ماشي على صديقته مره ويقول انا صبرته اذا هو ضاع يقع على هنا وكان وفي الاذان اصبر على الثانيه سنه وفي الثالثه لا تهبر اكثر من الثمن ولا تستمع اهلا اموره مشوانه وإذا تقول الناس دعنا له فلان ومن قارب الصاحب بكبره ويقانا بطعدينهم حبل المودة مع الحنان ومن سالم الأعداء بذله ومسكنه أذلوه دائم وعتبوا عندهم جبان ومن فارق أصحابه وربعه وموطنه من بعدهم ماضين بايق فله مكان والدهر ليانا هي تعتبر عينا على منقوسي ويلان ومن حب لعن الناس في الناس تلعانا ومن صانع عرض الناس عرضه بيجي مصان ومن صانع عرض الناس عرضه بيجي مصان كلمات أبو مازن الحربي
كلمات ابو خالد وليد خالد ناصر الازلمي وهدى لاولاد عمه محمد وعلي العزام. لكن الولد يا كافي راح بالحضور. ايضا على الزمن كلمات ابو نصر منصور البخيتي. Yeah.
الاسلاميه.
الجامع مرحبا ترحب واشعري من المجيب جامع تنشره كل المواقع على الكون الوسيع مرحبا يا ضيف حياة على مدك وضيح حسين الدبا من أهالي المصري سلام ما شرقت لو الصحابات وسلا الحرب على صر ولا ما وان ياخذ حسابا الورد من زهر وفا لا يا وما عانى وصلا سعيد صالح الإسلامي ترحب بالضيوف جميعا Thank you.
جواب على الفنان الصانع. يا مرحبا ترحب بالجنة رحت ترحبنا لفضان الراشدين. يا مرحبا ترحب بالجنة رحت ترحبنا ثوبان الراشدين. ترحب حي الصانع الجيد الاجود بحق من والريق والحق مضمون. ترحب حي الصانع الجيد الاجود لحق من والريق والحق مضمون. حكم الشريعة هو إرادة من الجد والمعرفة فينا لها خط موزون. حكم الشريعة هو إرادة من الجد والمعرفة فينا لها خط موزون.